O ye who believe. Strong drink, which intoxicates the mind, and games of chance, all types of games of chance, and idols, the worship of idols, and divining arrows are only an infamy of Satan's handiwork, they are unlawful because they are instigated by order of the devil and his whispering. Leave it aside, avoid it, in order that ye may succeed, in order that you may escape Allah's anger and punishment and be safe in the hereafter. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام Allah will not take you to task for that which is unintentional in your oaths. Allah does not take you to task for the expiation of unintentional oaths. But he will take you to task for the oaths which ye swear in earnest, he takes you to task for the intention of your hearts when you make oaths. The expiation thereof, the expiation of the oath which is not unintentional, is the feeding of 10 of the needy with the average of that wherewith ye feed your own folk, of bread and seasoning which you feed to them at lunch and dinner, or the clothing of them, or the clothing of 10 needy people whereby their nudity is covered, a shawl, a gown or a loincloth,
or the liberation of a slave, whichever it is of these three options. And for him who finds not the wherewithal to do so, any one of these three options, then a three-day fast, consecutively. This, which I have mentioned, is the expiation of your oaths when ye have sworn, and do not honour your 127th oath, and keep your oaths, the uttering of your oaths as well as the expiation of your oaths. Thus Allah expoundeth unto you His revelations, His commands and prohibitions, as He expounds the expiation of oaths, in order that ye may give thanks, in order that you may show gratitude for expositing His commands and prohibitions. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون O ye who believe! Kill no wild game while ye are on the pilgrimage, or in the sacred precinct. Whoso of you killeth it of set purpose, this verse was revealed about Abu al-Yasir ibn Amr who intentionally killed 128 game, forgetting he was in ritual consecration, he shall pay its forfeit in the equivalent of that which he hath killed, of domestic animals, the judge to be two men among you known for justice, two judges will evaluate such equivalents, the forfeit,
to be brought as an offering to the Kaaba, or, for expiation, he shall feed poor persons, or he should give money for it by feeding some of the poor of Mecca, or the equivalent thereof in fasting. If he cannot feed the poor, he should fast one for each half measure, sa', of food he is supposed to feed to the poor, that he may taste the evil consequences, the punishment, of his deed. Allah forgiveth whatever, of this kind, may have happened in the past, before it was made unlawful, but whoso relapseth, after being condemned and beaten severely in this world, Allah will take retribution from him. He should be left until Allah takes retribution from him. Allah is mighty, in his retribution, able to requite the wrong, able to punish those who do wrong.